اعزائي اهلا وسهلا بكم في قناتي ارت اند لايف ستايل. اليوم فيديو جديد، لوحه جديده في سلسله لوحه في 5 دقائق، تقنيه جديده غادي نستعملوا فيها كيس بلاستيك. الوغ في لوحه اليوم غادي نستعملوا كانفا ديال 25 × 30 او لا اي قياس نتوما كتفضلوه. غادي نستعمل الاكريليك الابيض وغنستعمل صباغه الاكريليك الاخضر وغنستعمل هذا اللون الزهري. مالوغوزمون ما بقاليش في الاكريليك فما فيها باس، غادي نصبغ لاباز بالسبراي بينت اللي بنفس اللون غيعطي نفس ليفي. دونك غادي نحتاج شويه ديال اما قليل من الماء باش نخففوا فيه، هادي انا عندي ديجا مخففه فغادي نستعمل شويه منها باش تساعدني على انني نطلق الصباغه على السطح في المرحله الثانيه. الو غنستعملوا دو سباتول على بركه الله. اول حاجه غادي نصبغوا لاباز باللون اللي قلت لك حنا بغينا، اللي هو هاد اللون الفوشيا او الوردي، الواحد كيفاش كيسميه، فوشيا او وردي زهري. الا توفر عندكم اللون اللي بغيتو نتوما، ماشي شرط انكم تلتزموا بنفس الالوان، ممكن تستعملوا الوان اخرى، مثلا تعملوا لاباز بالاحمر والطبقه الاخرى احنا غادي نشوفوا كيفاش غنستعملوا التقنيه، تعملوها بالابيض او تعملوها بالاسود، لكم الاختيار. كيبقى دائما هادو اقتراحات وانتوما غادي تعرفوا شنو اللي غادي يلائمكم. دابا غادي نديرو الطبقه اللي قلنا ديال الصباغه البيضاء الاكريليك، وغادي ناخذ واحد الكميه ديال الصباغه ديال الكونسونطري، ومن بعد غنزيد عليها شويه ديال الصباغه اللي قلنا مخففه بالميديوم اولا بالماء، ماشي ضروري بالميديوم، غير باش تساعدنا على اننا نطلقوا الصباغه. لو نسيت ما قلتلكمش غادي نستعملوا هذا او نقدروا نستعملوا الفرشاه العاديه كيما قلت لكم ديك المره. هاد الرول كيساعدنا اننا ندمجوه بطريقه سهله، كتساعدنا هاد الرول اننا ندير واحد النمط ما كيكونش حسبي كما كنقولوا حنا. الوغ دابا ناخذ الكيس بلاستيكي ديالنا اللي قلنا نفخوه ونديرو ضغطه الاماكن اللي بغينا نديرو فيهم الوريضات. كنستمر على هاد الطبيعات حتى نلقى الوريضات اللي بغيناهم. دونك انا رجعت درت الطبقات وحده فوق وحده، دونك نتحشي شويه هذا باش كنطلعو داك لا كولور اللي لتحت كتبان لنا. فوالا كيما قلنا غادي ناخدو لا باليت ديالنا نديرو فيها شويه ديال اللون الاخضر، كنحاول نوسخ شي شويه بالابيض كما كتشوف، خلينا ناخذ الاخضر وكنديرو به الخطوط، كنحاول نعاود نقيس بالابيض باش نكسرو داك اللون ديال الاخضر، ما يبقاش باين انه ماشي مدموج مع اللوحه. ناخذ هاد لاسباتول الصغيره اي فوالا، ها هي اللوحه ديالنا وجدات. راه كما كتشوفوا بحركات بسيطه عملنا بوكي دو فلور اللي ما خداش منا بزاف الوقت ولا بزاف ديال المواد. نتمنى ان فيديو اليوم يكون عجبكم، نشوفكم على خير. الى عجبكم فيديو اليوم ما تبخلوش عليا بلايك وشاركوه مع احبابكم. الى اللقاء.